أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً وَالطَّيْرَ كل له أواب وشددنا ملكه اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا
واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال إنا سخرنا الجبال معه إن والطير محشورا كل ملكه وآتيناه الحكمة وفصل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ القصر إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع
وقال أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذا قلوا على داود ففزع منهم قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها
ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فقال أكفلنيها
فقال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال حاجتك إلى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا وقليل ما هم وظن داود أن وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فغفرنا له ذلك فغفرنا له ذلك وإن
يا داود إنا جعلناك خليفة في إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب خليفة في الأرض.
ولا إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب لهم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماء وما بينهما باطلا ذلك فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين أم نجعل المتقين كالفجار مبارك ليتدبروا
كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو ووهبنا لداود سليمان فالخير عن ذكري
رد ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال وهب لي ملكا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي وهب لي ملكاً
فسخرنا له الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وإن له عندنا لزلفى وحسن وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى صدق الله العظيم.
للوصول إلى الجناب العالي والنبي محمد والآل والفضل لا يعطى لعلة عامل نزه إلهك عن سوى ومثال كم عامل في ظلمة لا يشهد إلا وساوس نفسه بخيالي والفضل فضل الله يعطى منة بالحب في طه العزيز الغالي كذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي كانت من سورة صاد وكانت متابعة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نكرم فيها الفقيد الراحل. الله أسأل أن يجعل هذه التلاوة نورا يتقاتر على قبره وأن يكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. التلاوة كانت بصوت العلم القرآني والإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي صاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة مؤسس معهد الطاروطي في إعداد القراء والمبتهلين والمحكم الأول دوليا في مسابقات القرآن الكريم حول العالم الإسلامي كله وعميد الجامعة الطاروطية بطاروط مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم في الأمسية الدينية في الساعة 9:15 فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي نقل توزيعة على مسامع حضراتكم عبر أثير الهندسة الصوتية والمعرض الفن الإضاءة الحديثة قصور الضيافة المتنقلة وأولى الخدمات الفندقية الممتازة تحت إدارة المعلم محمود بدر المقيم بكفر سرنقة وعبر أثير شاشات الانترنت العالمية إدارة العالمي مهندس قعبري بصور هذه الليلة القرآنية المباركة أسرة الفقيد الراحل وعميد عائلات عياد بكفر سلطان مرحوم بإذن الله تعالى الحاج محمد بن داري عياد يتقدم الحاج جمال محمد عياد سيد العميد محمد عياد المخابرات الحربية السيد المهندس حسام محمد عياد محاسب مدحت محمد عياد الأستاذ أحمد محمد عياد وجميع عائلات عياد سويدان وزعير السعدني حجازي وحمد والنجار يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والقيادات التنفيذية والسياسية وإلى كل من جاء وشارك واجب العزاء.